مرر مرر ولك يلا اعطيني يلا شوت شوت لا لك شوت عندي شباب لا تضيعها هي علينا يا زلمه هلا انا شوت هات هات الطابله لك يلا اضربها لعندي يلا شوت لك لعندي لعندي لك شو عم بيصير معكم هات الطابه هات عكف خليك معنا يا ابني انسالة عاكف سيدي لأنه من اليوم ورايح لا رح يشوف الطابة ولا غيرها سيدي كارلوس عيب يا ابني لك يا سلال لك فهمت روح عود انت روح شكرا كتير يلا يا شباب شباب جيبوا اللعبة ها اللعبة يلا لشوف عطيني هالطابة اللي عندي يلا يلا شباب يلا يلا نكمل يلا عطوا باصات ها يلا هات 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 لعندي ايوه علين اليف يلا طالع طالع مرر مرر ما راح يطلع لك معي المرة يلا سجل إذا دلعتني من هلأ بيصير كل يوم بدي ورد خلص معناتها مع كل يوم جديد إلك مني ورد هذا وعد مني لساته الحلم مستمر ولا فقنا منه انت وعيان على القرار الخطير اللي اخذناه مع هيك اي اكيد واحلى قرار بحياتي طيب وهلا شو رح نعمل ليك انا متوتره كتير يعني بعدين شو رح يصير كل شي رح يكون مثل ما بدك بس في أي مشاكل؟ بلا ما نسميها مشكلة خلينا نقول ظرف شو يعني؟ اجتنا مهمة جديدة شو؟ يعني لازم بأقرب وقت نطلع على دولة تانية ونخلص رهائن من الأسر وبعدها برجع دقيقة حسب معلوماتي انه هاي المهمات فيها تطوع شخصي انت اذا ما بدك مانك مضطر انه تقبل لا انا مضطر اني روح اليف هلا انت من تاني يوم من عرضك للزواج بدك تروح على هيك مهمة خطيرة وتتركني وقديش رح تضل هنيك 3 أشهر
وقت عرضت علي الزواج كنت بتعرف هالشي؟ بالحقيقة هالمهمة كانت جاية لزميلي، جاية لسليم. مبارح المساء بعد ما تركتك اضطريت أخذ مكانه بالمهمة. آه، يعني أنت أخذت هذا القرار بعد ما عرضت علي الزواج؟ يعني إيه، هذا اللي كان لازم يصير. وضع خاص. شو هالوضع الخاص اللي عند رفيقك؟ إليف، ليك هالشي ما فيني قلك ياه. شو هالحكي؟ شو هالعلاقة يلي من أولها في أسرار وعم نخبي عن بعض؟ إليف، بترجاكي اسمعني منيحة عكيف. يلي صار صار، يمكن توتر ويمكن حماسنا أثناء المهمة، شو ما كان، بس نحن غلطنا غلطة كتير كبيرة وهلأ صار لازم نتراجع ونصلح غلطتنا. إليف، أنا بكرة مسافر، ولما برجع رح يكون كل شيء مثل ما بدك ورح نبلش حياة جديدة. ما بعرف كيف صاروا طاواتك بهالغلطة يا عاكف، بس إذا طلعت على المطار لحالك أنت كمان رح تلاحظ هذا الغلط. إليف، صار لازم تطلع الطيارة، شكلها ما رح تجي. مع هيك رح استنى لآخر لحظة، وإذا ما أجت ما برجع من السفر إذا ما عملنا عرسنا. مو أنت ميت، رجع لنا عايش بلا تكبير راس. هلأ أساساً أنت استعجلت، ما دخل بمخي قرار زواجك بهالسرعة هي. رح تجي، لازم تجي، يعني مو معقول ما تجي. أنا مالي من هدول اللي ما قالون كلمة. لك أنا لازم أفرض شخصيتي قدامها، عرضت عليها وهي قبلت. لو ما لزميلتنا كنت قلت ما بتفهم بشغلنا. ولو كانت زميلتك بتضل بنت. سليم، سليم، أنا بدي أقولك شيء وبترجاك ما تفهم شيء اللي بدي أقوله غلط. إذا بيصير لي أي شيء بديك تحافظ على إليف. اسمع، إذا بدك تحكي هيك أنا رح أطلع بالمهمة ها. وقتها رح تشوف كيف رح يكون العرس. السيد عاكف أمير، يرجى من حضرتكم التوجه إلى المخرج رقم 28، هذا هو النداء الأخير. السيد عاكف أمير، يرجى من حضرتكم التوجه إلى المخرج 28. وهي بلشوا ينادوا على اسمك. هي مزبوط. اقتنعت هلأ أنها ما رح تجي؟
بترجاك رجع لنا سالم. نحن عرسنا ما رح يكون غير هون.